وللحديث أكثر حول أداء سوق الأسهم السعودية انضم معنا محلل الأسواق المالية محمد الصغير. حياك الله معنا أستاذ محمد، شكرا لوجودك معنا. إذن السوق اليوم على مكاسب بسبعة أشهر في المئة 62 نقطة، المستويات هي الأعلى تقريبا منذ ما يقرب الخمس سنوات. كان اليوم السوق مدفوع بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية، هل ممكن هذا يثبت لنا دلالة أنه الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن تدفع بالسوق أنه تجاوز مستويات هي الأعلى عما شهدناه خلال الخمس الأعوام الماضية؟ حياك الله يا أخوي سلمان القرني، وسعيد بمشاركة معكم. حياك الله. نتكلم قليلا، نوسع المدى شوية على من عام 2019 إلى اليوم. كان المؤشر عند 9300، ثم هبط في موجة عنيفة قوية جدا إلى 5959، بما يعادل 3400، أي حوالي 30% من قيمة المؤشر. ثم ارتد في شهر 3/2020 إلى من 5959، وها نحن اليوم نشاهد 9446 كأعلى يومي في خلال سنة كاملة. ما يهمنا الآن هو أن نتحدث عن الدعوم. أهم دعم عندنا اللي هي 9300 كإغلاق شهري عام 2019، لأول مرة يتجاوزها المؤشر هذا الشهر، والحمد لله نحن نلامس 9446 اليوم. زميل إذا سمحت لي بس نحتاج تصحيح لمعلومة، البعض يشير أن السوق الآن وصل إلى مستويات هي الأعلى منذ ست سنوات، نتحدث عن يونيو من العام 2015 كأعلى نقطة، هل المستويات السوق سابقا وصل لها خلال الفترة الماضية أم أنه وصل السوق إليها خلال العام 2019؟ لا، 2019 سجلنا 9300 وأغلقنا عليها إغلاقا شهريا حسب الشرط الأمني. جميل، فبالتالي اليوم يعني 9430 يعني هي الأعلى عما شهدناه قبل العام 2019. نعم نعم. جميل. نعم، من 2019 نزل السوق إلى 5959 خلال سنة كاملة، ثم ارتد منها، والآن الحمد لله نلامسها ونخترقها، وهي الآن دعم مهم. جميل. 9300 دعم مهم. جميل، مستويات السيولة. نعم، إذا سمحت كنت أتحدث أيضا عن مستويات السيولة اليوم اللي شاهدناها على السوق، يعني نتحدث عن حوالي 6 مليارات ريال بعد ساعة ونصف من التداول. اليوم وصول السوق عن 9400، هل نشهد زخم أكبر بالنسبة على مستويات السيولة أم أنه قد نشهد يعني حالة من التهدئة على مستويات السيولة في ظل هذه المستويات الحالية؟ والله شوف، إذا تحرك القيادي فيرفع السيولة، لأنه مثلا سهم سابق فوق 108، سهم الراجحي 93 أو 94، اليوم ارتفاع قوي في سهم الراجحي وهو سبب زخم السيولة. ولا أيضا الاس تي سي 115 وأرامكو اليوم حوالي 36. إذن كل الأسهم القيادية هي من تدفع بالسيولة، والسيولة هي عملية اطمئنان، بل إنها إشارة إن شاء الله لمواصلة المؤشر لارتفاعاته، وما دام عندنا دعوم نحتفظ ونهتم بها. نعم. وأما المقاومات عندنا فإن المجال مفتوح الآن حسب ما أرى إلى 9834 هي مقاومة، وإن شاء الله نخترقها. جميل. ومبروك على السعودية سوقهم بإذن الله. نعم، إذا سمحت لي، وش تفسيرك اليوم أيضا بالنسبة على مستوى أنه يعني أنابيب اليوم كان على 366 مليون، متطورة حوالي 333 مليون، أمس متطورة كان هو الأعلى بقيمة تداول عما شهدناه عن القطاع المصرفي بأكمله. اليوم يعني توجه السيولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وتجاوزنا مستويات يعني دعوم جيدة، تفسيرك بالنسبة لاتجاه أيضا السيولة للشركات الصغيرة والمضاربية بحتة في السوق؟ بالنسبة للمضاربات أو الأسهم الخفيفة، هذا أمر عادي جدا، ولولا حركة الأسهم الخفيفة في الفترة الماضية من 3 أو 4 أشهر ما وجدنا السيولة داخل السوق. ما يجذب المتداولين عموما هي السيولة والمضاربة والمكسب. فأنا أرى أنه حركة هذه الأسهم مهما كانت يعني بس تكون ضمن الحدود، لأنه الهيئة في الفترة الماضية أحدثت كثير من الإصلاحات بحيث يكون التداول عادل، وأوقفت كثير من المخالفين، وأصبح سيستم عندهم يرصد. نعم. كل الأشياء، وهذا شيء جميل جدا.
بكل تأكيد. أنا أرى اليوم أنه الوضع جيد. بكل تأكيد محمد الصغير محل الأسواق المالية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.